الرئيس السيسي وبن زايد يتفقان على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون والتضامن بين الدول العربية. مدبولي يوجه بسرعة استلام الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة لوحداتهم السكنية المخصصة لهم في مدينة بدر. وزير الخارجية السوري يصل إلى مدينة جدة السعودية في زيارة عمل بدعوة من نظيره السعودي. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. العلاقات المصرية الإماراتية علاقات عميقة الجذور، قائمة على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة. تحظى مصر والإمارات بحضور ومكانة دولية خاصة مع ما تتميز به سياساتهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام ودعم جهود استقرار المنطقة ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد النهيان. وكان الرئيس السيسي في مقدمة مستقبل الرئيس الإماراتي لدى وصوله مطار القاهرة الدولي. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد النهيان بقصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلمين الوطنيين. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد اعتزاز مصر حكومة وشعبا بالعلاقات بين البلدين الشقيقين وما يربطهما من أواصر تاريخية وثيقة. ومن جانبه أعرب رئيس دولة الإمارات عن تقدير بلاده لمصر وشعبها وقيادتها وحرص الإمارات الدائم على تعزيز علاقات التعاون الأخوية المتميزة بين البلدين. وقد بحث الرئيسان سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى تنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة. وأضاف متحدث الرئاسة أن اللقاء تناول تبادل وجهة النظر بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث عكست المناقشات تفاهما متبادلا إزاء سبل التعامل مع تلك القضايا، وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق والتضامن بين الدول العربية لمجابهة التحديات المتزايدة على الأصعدة كافة.
جمال من الحرس الدنبولي، حرس الشرف جاهز للتفتيش وقدمه. عبر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، وعبر عبر حسابه بموقع تويتر، عبر وقال الرئيس الإماراتي إنه بحث مع الرئيس السيسي تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة ورؤية الطرفين نحو تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. مصر والإمارات تربطهما علاقات قوية تصل إلى حد الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي الذي يحمل أفاقا واعدة في مختلف المجالات. فالتشاور والتنسيق في قضايا المنطقة هي السمة الغالبة في هيكل العلاقات السياسية بينهما. العلاقات المصرية الإماراتية علاقات قوية ومتأصلة، تعد نموذجاً لشكل العلاقات العربية والعلاقات الدبلوماسية مع دول المنطقة. فمنذ تأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية، والدولتان يربطهما علاقات قوية تصل إلى حد الشراكة الاستراتيجية وتعاون ثنائي يحمل آفاقاً واعدة في مختلف المجالات. فالتشاور والتنسيق في قضايا المنطقة هي السمة الغالبة في هيكل العلاقات السياسية. فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصبح لدى مصر القناعة الكافية بأن الاستثمار في الاستقرار هو أفضل الطرق لبناء المستقبل في المنطقة، فعملت القاهرة وأبوظبي بشكل دائم من أجل تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد الصوت العربي في مواجهة كافة التحديات. وتأتي زيارات القادة المتبادلة تأصيلاً للقناعة المصرية الإماراتية وباباً سياسياً للتنسيق والتشاور في القضايا المهمة. فكانت زيارة الرئيس السيسي في يناير الماضي للشقيقة الإمارات للمشاركة في قمة أبوظبي التي جمعت قادة الأردن ومجلس التعاون الخليجي لتدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة. وتدعيماً للعلاقات الوثيقة بين البلدين، شارك رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في القمة العالمية للمناخ التي استضافتها مصر في نوفمبر الماضي، وعقد قمة مع الرئيس السيسي على هامشها. وفي الشهر السابق لقمة المناخ احتفلت القاهرة وأبو ظبي بمرور 50 عاماً على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، علاقات شهدت وتشهد نمواً متزايداً لا سيما على الصعيد السياسي. فقد احتضنت القاهرة 3 قمم في مارس وأبريل وأغسطس من العام الماضي، اشتملت ملفاتها الأساسية على تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي، بالإضافة إلى الأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية، فضلاً عن تعزيز العمل العربي المشترك. كما احتضنت أبو ظبي قمة مصرية إماراتية مطلع العام الماضي، فكانت القضايا العربية وعلى رأسها ليبيا واليمن ومكافحة الإرهاب والتحديات الراهنة. وعند تدشين القيادة السياسية للقواعد العسكرية محمد نجيب وبرنيس و3 يوليو، لم يغفل الرئيس السيسي دعوة شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحضور هذا الحدث العسكري الهام لمصر. فترجم الرئيس السيسي على أرض الواقع خصوصية العلاقات وقوتها في جميع المسارات السياسية والعسكرية، لتنمو العلاقات الثنائية بين القاهرة وأبوظبي يوماً بعد يوم، فعززت من نسيجها وأكسبتها من القوة ما يكفي لمواجهة التحديات الراهنة. تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وعيد الفطر المبارك. وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي في كلمة له أمام مجلس النواب أن الاحتفالات تتعانق وتتجلى روح التآلف والمحبة في أبهى صورها على أرض الديانات والحضارات. على مصر هذه الأيام نفحات ربانية مباركة
حيث تتلاقى فيها أصوام وصلوات وأعياد جموع المصريين مسلمين ومسيحيين. فبالأمس القريب كنا نحتفل بقدوم شهر رمضان المعظم، واليوم نستعد للاحتفال بعيد القيامة المجيد وعيد الفطر المبارك، حيث تتعانق الاحتفالات وتتجلى روح التآلف والمحبة في أبهى صورها على أرض الديانات والحضارات، لترسل مصر للعالم أجمع رسالة محبة وتسامح تعكس جوهر وأصالة الشعب المصري الذي يقدس قيم الانتماء ويمارس الوطنية في أروع صورها. وبهذه المناسبات السعيدة يسرني ويشرفني أن أتقدم إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات، داعيا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية وشعبها نعمة المحبة والأخوة والسلام، وكل عام وحضراتكم بخير. هنا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيدة الذي يحل يوم الأحد المقبل. وخلال اتصال هاتفي أعرب شيخ الأزهر عن خالص أمنيته الطيبة للبابا تودروس ولجميع أبناء الكنيسة القبطية، وأن تكون الأعياد فرصة لمزيد من الترابط والتآخي بين أبناء الوطن. بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. بهذه المناسبة أعرب رئيس مجلس الوزراء عن أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع الإخوة الأقباط، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار. تقدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري العظيم بنسيجيه الإسلامي والقبطي بمناسبة أعياد الربيع وعيد القيامة وقرب حلول عيد الفطر المبارك، معتبرا أن تلاحم أعياد الأخوة الأقباط مع شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر يمثل دلالة مهمة على تنوع نسيجها الوطني الذي كان دوما سر تفرد مصر عبر العصور ومصدرا لقوتها وعظمتها. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده رئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجه مدبولي بسرعة استلام الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة لوحداتهم المخصصة لهم في مدينة بدر، مع سرعة تشغيل الخدمات المختلفة في هذه المنطقة من مدارس ومراكز طبية وخلافه، كما وجه بتيسير آليات نقل الموظفين إلى الحي الحكومي من مختلف المناطق عبر منظومة النقل الجماعية التي وفرتها الدولة. وفي هذا الإطار أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على حل أي تحد يواجه الموظفين من أجل انتظام العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، معتبرا أن مثل هذه التحديات أمر متوقع في بداية انتقال الحكومة لمقرها بالحي الحكومي. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة به. وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي للمتحف المصري الكبير الذي تم الانتهاء من أعماله بنسبة 100% لكل من بهو المدخل والدرج العظيم وقاعات الملك توت عنخ آمون ومتحف الطفل ومبنى التذاكر وميدان المسلة المعلقة والحدائق المحيطة والمباني الأمنية الخدمية. شملت الأعمال أيضا التي تم الانتهاء منها نسبة 100% كل من المناطق الخدمية الاستثمارية والخدمات التشغيلية الإلكترونية وأنظمة التذاكر والتأمين والمراقبة ومناطق انتظار السيارات.
وافق مجلس الوزراء على حفز إضافي لتوريد القمح من المزارعين للموسم الحالي ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة. وصرح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي 2023، مشيرا إلى أن هذا القرار يسهم في دعم المزارع وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة التركية أنقرة غدا بناء على الدعوة الموجهة له من نظيره التركي مولود تشاوش أغلو. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الزيارة تستهدف مواصلة المناقشات المرتبطة بمسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، بما يكفل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، استكمالا للمباحثات التي أجريت بين الجانبين خلال زيارة وزير خارجية تركيا إلى القاهرة في شهر مارس الماضي، فضلا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. استنكر نائب وزير الخارجية لشؤون الإفريقية السفير حمدي لوزة اتهام وزير الدولة الإثيوبي لشؤون الخارجية مصر بمحاولة تسييس ملف مياه النيل وسد النهضة، مؤكدا أن الشواغل المصرية من تداعيات هذا المشروع على أمن مصر المائي حقيقية وتستند إلى دراسات علمية موثقة. وأكد على أن الادعاء الإثيوبي المستمر بتسييس مصر لقضية سد النهضة هي محاولة للتنصل من المسؤولية القانونية وعدم اكتراث بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار. وأضاف السفير حمدي لوزة بأنه من المؤسف أن يستمر المسؤولون الإثيوبيون في الإعراب عن استعدادهم ورغبتهم في استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي في محاولة جديدة لكسب الوقت واستمرار الملء دون اتفاق. ودلل نائب وزير الخارجية على ذلك بالتصريحات التي صدرت مؤخرا حول الحرية المطلقة الإثيوبية في مواصلة الملء دون اكتراث لأي حقوق لدولتي المصب، باعتباره دليلا آخر على أحادية التوجه خارج نطاق التفاوض. وصل وزير الخارجية السوري فيصل مقداد والوفد المرافق له إلى مدينة جدة السعودية في زيارة عمل بناء على دعوة من نظيره السعودي فيصل بن فرحان لإجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين. كان في استقبال المقداد والوفد المرافق له في مطار جدة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي وعدد من المسؤولين في الوزارة. أدان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي ما وصفه بالعملية الوحشية من قبل قوات روسية بعد نشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي يظهر عملية مقتل رجل يعتقد أنه أسير حرب أوكرانية. وأكد زيلنسكي أن هذا الفيديو يظهر روسيا على حقيقتها. من جانبه طالب المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بضرورة التحقق من صحة هذه الفيديوهات التي تسبب للقوات الروسية. من جهتها قالت بعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا، قالت إنها روعت بعد اطلاعها على تسجيل الفيديو، داعية إلى أن تكون هذه الحوادث موضع تحقيق فعلي ومحاسبة مرتكبيها. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قوات احتياط من الجيش الأوكراني حاولت الوصول إلى مدينة باخموت المدمرة لدعمها. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية استولت على 3 نقاط أخرى في محاولتها السيطرة على المدينة الواقعة شرق أوكرانيا.
وافق مجلس النواب على مجموع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة. برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد مجلس النواب الجلسة 41 لاستكمال نظر مشروعات القوانين المدرجة بجدول أعماله. وخلال الجلسة العامة وافق مجلس النواب على إحالة 29 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب لتنفيذ ما ورد بها من توصيات. كما شهدت الجلسة موافقة مجلس النواب على مجموع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لعام 1975 بشأن الجنسية المصرية مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة. جرت التعديلات بما يجيز طلب اكتساب الجنسية المصرية بما يضمن المساواة، حيث كان القانون القائم يقصر الحق في طلب التجنس لكل من ولد لأب أصله مصري دون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها. كما تستهدف هذه التعديلات كذلك إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبي من الخارج أو الذي يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية، وذلك بشأن الرسم الذي يتم أداؤه رفق طلب التجنس. وخلال الجلسة وافق مجلس النواب على عدد من القرارات الجمهورية، منها التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، والتعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، وكذلك اتفاق القرض التجاري المقدم من بنكين بكوريا الجنوبية لاستكمال تمويل مشروع توريد 32 قطاراً للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. هذا ورفع المستشار دكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 30 من أبريل الجاري. أكد عدد من النواب في لقاء خاص للتلفزيون المصري أن قانون الجنسية المصرية يؤكد اهتمام الدولة بالمساواة بين الرجل والمرأة ويضفي الاستقرار على الأسرة المصرية. كما أكد النواب على أن المنحة الخاصة بالتعاون بين مصر والولايات المتحدة تفيد أكثر من مجال. التعديل الحالي الذي تم الموافقة عليه هو من حق المرأة التي تتجنس بالجنسية المصرية أن تمنح جنسيتها لأبنائها القصر الجنسية المصرية. هذا الشق الأول. الشق الثاني وهو مشروع كان خاص بموضوع تشجيع الاستثمار وتشجيع التسويق الدولي للعقار المصري، باعتبار أن أنت في تسويق عقار، تسويق داخلي على المستوى السوق المحلي، وفي تسويق دولي. كثير من دول العالم تمنح كثير من الحوافز من أجل تسويق العقار في تركيا، في اليونان، في كثير من دول العالم. وافقنا في مجلس النواب على قانون الجنسية لإعطاء حق بسيط للمرأة إن هي ولادها يتجنسوا بالجنسية المصرية. دي نمرة واحد، ده أول بعد أو أول محور في القانون. المحور الآخر اللي هو المحور الاقتصادي أو الاستثماري، فمن حق ده المعاهدات والاتفاقات الدولية، وده الموجود المتواجد في جميع دول العالم، ان اللي بيشتري عقار بياخد اما إقامة اما بياخد الجنسية. النهاردة كان التعديل السادس للاتفاقية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية لقانون الاتفاقية الاستثمار والتجارة طيب الموقع في مصر بتاريخ 30/9/2014، والتعديل ده كان بتاريخ 27/9/2022، ويهدف التعديل السادس لزيادة المبلغ
التمويل إلى 18,450,000. النهارده تمت الموافقه بشان الاتفاقيه منحه المساعده ما بين جمهوريه مصر العربيه والولايات المتحده الامريكيه بشان الحوكمه الاقتصاديه الشامله. ولما جينا الفتره اللي فاتت درسنا الاتفاقيه في لجنه التضامن شفنا ان هي بتساند وتساهم في اكتر من ملف. اول ملف بتساند فيه هي المحاكم الاقتصاديه، فشفنا وزاره العدل الفتره اللي فاتت من 2019 حتى وقتنا هذا ايه اللي تم، عشان ده التعديل الثالث، فالاتفاقيه اساسا من 2019. هذا وعقب مجلس النواب على قانون الجنسية وذلك على النحو التالي. يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادراتها التي تخدم الفئات الأكثر احتياجا في جميع المحافظات. وفي محافظة البحيرة أقام التحالف الوطني حفل إفطار جماعي لشباب المتطوعين من الصم والبكم ضمن مبادرة لتكريمهم على المشاركة في العمل التطوعي. في ظل استمرار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تقديم خدماته من خلال العديد من الجمعيات الأهلية، تأتي هذه المرة مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع في مركز دمنهور بمحافظة البحيرة بحفل إفطار جماعي للمتطوعين من الصم والبكم الذين شاركوا في العمل التطوعي خلال العديد من فعاليات التحالف. النهاردة احنا سعداء بتكريمهم فعلا، لأن الشباب ده شباب جميل جدا من المتطوعين من الصم والبكم، وقد ايه عندهم هم قدر من الحب والإخلاص للوطن. ويمكن كانوا هم الأول منزوين عن المشاركة في العمل المجتمعي، فاحنا أول ما دعيناهم تحبوا تشاركوا معنا لأنهم بيشاركوا وعندهم ما شاء الله عليهم قوة والتحاد. يوم جميل هيجمعنا كلنا، اللي احنا نبقى كتف كتف، اللي احنا كلنا واحد، اللي انتوا واحنا واحد في مجتمع نبني مصر باذن الله تحت القياده الحكيمه وسياده الرئيس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحفل ضم ما يقرب من 400 متطوع من الصم والبكم، وتم تكريم 30 متطوعا تقديرا لدورهم الفعال والمميز في العمل التطوعي خلال الفتره الماضيه وكحافز للمتطوعين كافه. انا مبسوط جدا، ولو ما كنتش مبسوط ما كنتش جيت اصلا. وهم اول ما قلت لهم ان عايز اتطوع فهموني وبداوا يشجعوني وقالوا لي احنا معاك ووراك.
محدش عمل معانا كده قبل كده، وده شيء بالنسبة لي عظيم جدا. بنزل اشتغل بقول لهم يلا يا جماعة يلا بينا نشتغل، انا مش قاعد وهتطوع وهنجيب ناس كمان تتطوع، وهكلم فلان تعالى اتطوع علشان نزود عدد المتطوعين. احنا مع الرئيس بتاعنا ومش هنسيبه ان شاء الله مدى الحياة. ما يقرب من 15,000 متطوع من السم والبكم يجتمعون فقط داخل محافظة البحيرة، 5,000 منهم متطوعون تحت مظلة مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية، ويتم تنظيم العمل معهم من خلال مترجمين يعملون على التنسيق بينهم وبين الآخرين. يواصل بنك الطعام المصري إعداد وجبات إفطار للفئات الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان، ويشارك بنك الطعام بأكثر من 100 مائدة ومطبخ في كل محافظات مصر خلال شهر رمضان. يعملون كخلية نحل هنا داخل أحد مطابخ بنك الطعام المصري التابع للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. فهذا المشهد قد يكون استثنائيا عن باقي أيام السنة، فعلى مدار شهر كامل يشهد مطبخ بنك الطعام استعدادات وتجهيزات خاصة من أجل وجبات لإحدى موائد الرحمن التي تأتي كنموذج للموائد التي تنتشر بمحافظات الجمهورية. احنا عندنا فريق بيجي بالليل بيبتدي انه يحضر الأكل وبيبتدي يحضر التجهيزات المناسبة عشان يبتدوا يشتغلوا بها الصبح. فاحنا الصبح شغالين وبالليل برضو شغالين مع الطاهيات عشان يقدروا انهم يخرجوا الوجبه في ميعادها مظبوطه. طبعا احنا شغالين بمعايير صحيه وبيبقى بجرامات معينه علشان خاطر تقدر الوجبه تبقى مشبعه للفرد. وبمشاركة نحو 80 متطوعا يتم تجهيز المائدة بشكل لائق ومنظم لاستقبال المواطنين وضمان حصول كل ضيف على وجبته. عملنا المكان ده كأنه مكان خروج، يعني أهلنا أحبابنا اللي بنحترمهم وعلى رأسنا من فوق لما ينزل من بيته ويجي يفطر هنا يبقى جاي خارج وفرحان. بنحاول على قد ما نقدر في الشهر الكريم، يعني زي ما بنفرح في بيوتنا ان احنا الناس برضه تقدر تفرح معانا نفس الفرحه، سواء في موائدنا هنا او سواء ان احنا في موائد طبعا منتشره في كل حته في الجمهوريه، يعني عندنا اكثر من 100 مائده في 27 محافظه ومنهم كمان بنوصل وجبات على المنازل. خيمه فرحه رمضان فهو اسم لم ياتي من فراغ، فهدفها هو ادخال الفرحه على قلوب الفئات الاولى بالرعايه، وذلك بشكل يومي لنحو 600 مواطن. اتصلوا بينا وانا تعالوا لنا عاملين حفله كبيره، تعالوا معانا، عربيات جايبين لنا لحد هنا والحمد لله، واليوم حلو وجميل اهو. اتصلوا بينا وجابونا وفسحونا، مفيش حاجه بعد كده. يوم جميل وكل سنه وانتم طيبين وربنا يخليكم يا رب. واستكمالا لذلك، فكان حرص بنك الطعام على إقامة كرنفال للأطفال وجانب ترفيهي يستهدف بث روح الفرحة والسعادة في قلوبهم بجانب مشاركة عدد من الفنانين والشخصيات العامة. النهاردة كان يوم حلو جدا وأنا استمتعت جدا مع الممثلين وكلهم كانوا كويسين معايا وتصورت معاهم. كان يوم حلو وجميل والألعاب كانت تحفة، وقعدنا نلعب واتبسطنا وفرحنا. أنا اتبسطت بسبب كان في ألعاب وحاجات كويسة وبشكر بنك الطعام. أهداف يسعى إليها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بدورها تسهم في تعميق مشاعر المودة وتجسد التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
نختتم النشرة بأخبار الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية ودافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وبأخبار الطقس نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، لا يتبقى بها سوى التذكير بأبرز ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي وبن زايد يتفقان على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون والتضامن بين الدول العربية. مدبولي يوجه بسرعة استلام الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وحداتهم السكنية المخصصة لهم في مدينة بدر. وزير الخارجية السوري يصل إلى مدينة جدة السعودية في زيارة عمل بدعوة من نظيره السعودي. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمرا مع شبك المنيري.